انا عندي بنت خالتي دي اختي، متربيين مع بعض. احنا لما بيكون في حد داخل يعمل عملية او داخل تعبان او في مستشفى، بيكتب عليه على طول ان لازم يبقى هو المرافق. فبالتالي لما حصل ان كانت بنت خالتي داخلة تعمل عملية عند الدكتور محمد، انا بصراحة كان مكتوب عليا ان انا ابقى مرافقة، فانا طبعا بيبقى اتقل يوم في حياتي. لكن انا اللي حصل لي اني دخلت شفت الطريقة وشفت الاحترازيات اللي موجودة وشفت المعاملة الراقية، عناية فائقة بجد. تاني حاجة بقى ان القائمين على العناية الفائقة دي ناس محترمة جدا. بشكر كل فريق العمل القائمين على الاعمال اللي هي الجراحة ومناظير السمنة والسليف والتكميم وتحويل المسار وكل الحاجات دي، لاني حقيقي شفت مستشفى اي بي سي حاجة محترمة جدا. شكرا اي بي سي صابرين.